السلام عليكم. كوزين مودرن ام تي اف كتقدم لكم اروع المطابخ العصريه من جهه الرباط. سلام. المطبخ هذا حاولنا نصوروه من بعد الاستعمال ديالو، يعني حتى هو تيبقى من بين المطابخ اللي كتكون العرض ديالهم او المسافه ديالهم ما كتكونش كبيره بزاف. كنحاولوا دائما المطبخ سواء كان كبير او كان صغير نخرجوا منه مطبخ عصري ومطبخ يليق بالمستعمل ديال يعني مستعمل ديال المطبخ بشكل يومي، يكون شكل يومي يعني طريقة استعمال ديال المطبخ او العمل فيه كتكون طريقة مريحة بزاف. هنا الحمد لله تقسيم يعني كيبان كل حاجة في بلاصتها، ودائما كنخدمو دائما صناديق بلاطي والبيبان بالام تي اف. هنا بالنسبه لي في كيجي بشكل رائع، رخام كيجي من نوعيه ديال جرانيت جالاكسي. الحمد لله الخدمه راه باينه. كنحاول ما نطولش دائما في الفيديوهات ونبين المفيد في الفيديو اللي هو دائما الخدمه. دائما كنحاول نجيو لعطانا لي سباس بداك الشبكه يعني اكسسوار اللي كيكون في القنت. هنايا المشوره دائما كيجيو ثلاثه تحت من الفور اون كاستري، يعني كولون واقف. وبالنسبه للجهه ديال الطياب يعني الجهه ديال الغاز كنديروا هذه الشبكه ديال العطريه، كتجي رائع بهذا الشكل هذا. وتحت الغاز كتجي اغلبيه من ما كيكونش الفور لتحت كيداروا لي تيروار لتحت، كيجيو رائعين وكيجيو عمليين بزاف. يعني دائما تنذكر كل مطبخ كيحكم عليه لي سباس اللي فيه، اي هو الاهم ما يكونوش الاخطاء بالنسبه في الكونسيبسيون ديال الكوزينه. هذا هو عندنا اهم شيء، تكون الكونسيبسيون تكون على حقه وطريقه، والاستعمال من بعد كيكون مريح لصاحبه المطبخ. انا بالنسبه لهذا شوفوا هذا حاولنا نكاستريو في القنت، يعني التصميم وبالنسبه للشكل النهائي كيطلع بهذا الشكل هذا اللي رائع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واي سؤال تواصلوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.